هاي الكوميديا والسوالف الحلوه اللي عندكم بعد ما بديتوا تنشرون الفيديوهات وهي ماما استوعبوا بانه ماما جنسيتها سوريه، يتوقعون بانهم انتوا كنتوا لازم المفروض تعيشون بسوريا وهاي الاجواء الموجوده لا ما يعرفون انه لحد هسه يعني مرات يسالون يقولون لهجه امكم غريبه شو منين امكم؟ لحد هسه ما يعرفون يعني البعض ما يعرفون ام سوريه واللي متابع تمارا باستمرار هي تمارا اكثر شيء تنشر ويا امي يعني أوكي. يومياتها فاللي متابع تمارا يعرف انه ام سوريه بس هم تفاجئوا انه انتم شلون هيك يعني خليط احنا سوري وعراقي وهاي لا الاب عراقي وامي سوريه